8 ساعات. اليوم 8 ساعات يبقى الصبح مثلا من 8 ونص ل 4 ونص. بس هيبقى ورا بعض على طول صح؟ اه 5 ايام ورا بعض 40 ساعة كل. طيب نتكلم بقى على ريديستريبيوشن. بصوا اللاب ده كده. في اللاب ده انا مشغل على الاجهزه اللي في النص دي كلها، المنطقه دي كلها مشغل او اس بي اف ومقسمه اريا 1 واريا 0 واريا 2 تمام. والراوترات اللي هنا انا عايزك تخيل معايا ان الدايره دي كده فيها مثلا 20 30 راوتر ولا حاجه، مشغل عليها ايه ريب. وهنا على شويه الراوترات اللي هنا مشغل ايه اي جي ار بي. كده احنا عندنا حاجة بيسموها اي اس اوتونيموس سيستم. اوتونيموس سيستم يعني نظام مستقل. احنا كده عندنا في اللاب اللي قدامنا ده 3 اوتونيموس سيستمز، يعني مجموعة راوترات شغالة ببروتوكول ومجموعة راوترات ببروتوكول تاني نظام مستقل لوحده للشبكات بتاعته، ومجموعة راوترات تالتة شغالة بنظام مستقل لوحده. وفي لو تلاحظ راوتر هنا عنده دراع واصل بالراوترات اللي شغاله بالايه؟ بالاو اس بي اف، وبالتالي هيبقى عنده في الراوتنج تيبل بتاعه كل الشبكات المتعلقه بالاو اس بي اف اللي هنا. والدراع التاني منه انا موصله بالراوترات اللي شغاله بالايه؟ بالريب. فالراوتر ده هيبقى عنده ايه؟ عارفين شبه ايه كده؟ شبه الراوتر اللي على الحدود ما بين اريا 1 واريا ايه؟ بس ده على الحدود ما بين اوتونيموس سيستم واوتونيموس سيستم تاني. فهيبقى عنده جوه الجدول بتاعه شويه شبكات او اس بي اف وشويه شبكات ايه؟ ريب. وده موجود على الحدود ما بين الاي اي جي ار بي وما بين الاو اس بي اف. فهيبقى عنده في الجدول بتاعه شويه شبكات اي اي جي ار بي وشويه شبكات او اس بي اف. بس هنا لو انت جيت على الراوتر ده والراوتر ده والراوتر ده وده، عمرك ما هتلاقي جواهم اي شبكات متعلقه بالايه؟ بالريب. دول مش شغال عليهم ريب. الراوتر الوحيد اللي شايف الاثنين اللي هو الراوتر ده اللي على الحدود ما بين الريب والاو اس بي اف. زي بالظبط كده الراوتر ده هو اللي بيرسم وبيعرف الشبكات اللي في اريا 1 والمفترض ان هو يبلغ بيها الناس اللي في اريا ايه؟ زيرو. اه الكلام ده عشان عندك اريا 0 واريا 1 الاو اس بي اف متبرمج كده. لو عنده دراع في اريا 0 ودراع في اريا 1 او اريا 2 او اريا 3 اللي يعرفه من اريا 1 يبلغوا الاريا 0 والعكس. لكن هل لو انا عندي راوتر عنده دراع شغال بالريب ودراع شغال بالاو اس بي اف، هل هو باي ديفولت ممكن ياخد الشبكات الخاصه بالريب يعرفها للناس اللي في الاو اس بي اف والعكس؟ لا الديفولت لا، الا اذا انت شغلت حاجه بيسموها ريديستريبيوشن يعني اعاده توزيع. فبطريقه معينه هنشوفها مع بعض، هخلي الراوتر ده كل الشبكات اللي عرفها من الريب يحقنها جوه الاو اس بي اف، عشان كل الاجهزه الراوترات شغاله اوس بي اف يبقى عندها معلومه عن الايه؟ الريب. وده كل الشبكات اللي عرفها من الاي اي جي ار بي يحقنها جواها الاو اس بي اف والعكس. ده بقى دلوقتي هيبقى عنده شبكات او اس بي اف يقوم جاي حاقنها جوه ايه؟ الاي اي جي ار بي. ونفس الكلام هنا، ده عنده شبكات يحقنها جوه الريب. اهو الموضوع ده ان انت تحقن شبكات راوتنج بروتوكولز جوه شبكات راوتنج بروتوكول تاني، ده بيسموه ايه؟ اعاده توزيع، بيسموه ريديستريبيوشن. احتاجه في ايه الريديستريبيوشن ده؟ ايه لازمته يعني؟ على فكره كان ممكن استغنى عنه لو انا كنت جاي على المنظومه دي كلها كده، كنت جاي مشغل عليها بروتوكول واحد او اس بي اف مثلا على كله، اي اي جي ار بي على كله، ريب على كله، ساعتها مش محتاج للريديستريبيوشن. بس ساعات يبقى عندك ايه؟ شركه اوريدي قائمه ومظبطه اجهزتها باي اي جي ار بي، وشركه ثانيه شغاله بالاو اس بي اف، وجي الاونر بتاع الشركه الاولانيه اشترى الشركه الثانيه وربطهم ببعض ليزد لاين مثلا تمام. مطلوب منه بقى عشان الشبكات اللي في الفرع الاول تشوف الشبكات اللي في الفرع الثاني، يا اما يهد واحد منهم ويشغل عليه راوتنج بروتوكول شبه الاولاني، يا اما هخليك زي ما انت، خليك زي ما انت بالريب وخليك زي ما انت بالاو اس بي اف،
ويبقى في راوتر في النص ما بيننا هو الوسيط، يبقى عنده دراع ريب ودراع ايه اوس بي اف، وياخد الشبكات اللي هنا يرميها هنا والعكس. يبقى انا لو عندي شركه شغاله ببروتوكول وشركه شغاله ببروتوكول، يعني ده اوتونوموس سيستم وده اوتونوموس سيستم، اقوم جاي عامل حاطط راوتر في النص، ادي له دراع للبروتوكول الاولاني ودراع للبروتوكول الثاني، وهو يعمل ريديستريبيوشن ويحقنهم جوه بعض. تمام؟ مثلا انت شغال في المنظومه بتاعتك بالاي اي جي ار بي، والاي اي جي ار بي لازم راوتراتك كلها تبقى سيسكو، وبعدين اشتريت راوترات جديده والراوترات دي مش سيسكو، شويه سيسكو وشويه مش سيسكو، فانت عشان تشغل بروتوكول يبقى لازم بقى تشوف حاجه غير الايه؟ الاي اي جي ار بي. او ممكن تعمل ايه؟ تسيب اللي شغال بالاي اي جي ار بي زي ما هو، والمنظومه الجديده اللي انت جبتها تشغلها مثلا بالاوس بي اف، وتقوم جاي حاين الايه؟ الاوس بي اف جوه الاي اي جي ار بي والعكس. تمام؟ بدل ما تهد المنظومه اللي انت بانيها وترجع ايه؟ تبنيها من جديد. فدي الحالات اللي احنا بنحتاج فيها موضوع الايه؟ الريديستريبيوشن. عرفنا كده يعني ايه اوتونوموس سيستم؟ يعني مجموعه من الراوترات شغاله براوتنج بروتوكول. لو عندنا زي ما انا راسم ثلاث مجموعات كل مجموعه شغاله براوتنج بروتوكول مختلف، يبقى احنا عندنا ثلاثه اوتونوموس سيستم. ايه وايه فايده الريديستريبيوشن؟ ان انت تحقن شبكات اوتونوموس سيستم جوه راوترات اوتونوموس سيستم تاني. طيب ليه بنعمل كده؟ شفنا ليه بنعمل كده. الريديستريبيوشن بقى فيه منه نوعين، وان واي وتو واي. بص لو انا جيت على الراوتر ده قلت له ايه؟ خد شبكات الريب احقنها جوه ها الاوس بي اف. لكن ما جيتش على الراوتر ده قلت له خد شبكات الاوس بي اف احقنها جوه الريب، يبقى انا كده عملت ايه؟ وان واي. لكن لو عملت الاتجاهين، خد الريب حطه جوه الاوس بي اف، خد الاوس بي اف حطه جوه الريب، يبقى انت كده شغال ايه؟ شغال تو واي، او بيسموه فول ميوتشوال ريديستريبيوشن. تمام كده؟ نفس الكلام ينطبق لو انا عندي ايه بقى؟ تخيل معايا لو انا عندي راوتر زي مثلا ده، وشغلت على الراوتر ده مثلا اوس بي اف، بس وانا بشغله على اللينك اللي من الناحيه دي شغلته ب 100، وموصلين بقى من الناحيه دي مثلا 20 راوتر في المنطقه دي، ومن الناحيه دي شغلته مثلا ب 100 بواحد كده، اصبح الراوتر ده كانه اتقسم لكام راوتر؟ 2 فيرشوال راوتر، صح كده؟ ساعتها انا كده كان بالظبط عندي 2 اوتونوموس سيستم. خليني ارسمها لك دي احسن عشان تبان. بص لو انا عندي راوتر اهو، والفتحه دي واصله بشويه راوترات هنا بقى اهو، وراوتر اهو الفتحه دي واصله شويه راوترات اهي، جيت سيادتك شغلت الاوس بي اف هنا بس، وانت بتكونفيجر النتورك دي عملتها ب 100 وهنا ب 101، فاصبح ايه بقى؟ كان الراوتر ده شغال عليه اثنين راوتنج، هما الاثنين اوس بي اف، بس من هنا ب 100 وهنا 101، يبقى كان المنطقه دي كده اوتونيموس سيستم، نظام مستقل لوحده، والمنطقه دي كده اوتونيموس. عمر بقى عمر ما الراوتر ده ياخد الشبكات اللي عرفها من الانترفيس اللي رقمه كام؟ 100، يحطها هنا او العكس، الا ان انا اذا انا عملت ايه بقى؟ اذا انا عملت موضوع الريديستريبيوشن. نفس الكلام برضو للاي اي جي ار بي، وانا بشغل الاي اي جي ار بي لو انت شغلته هنا برضه مثلا ب 101 وهنا ب 100، يبقى هنعتبر ان ده نظام وده ايه؟ نظام تاني، يبقى لازم عشان الشبكات اللي هنا تظهر هنا والعكس نعمل ريديستريبيوشن. يعني الاخر ريديستريبيوشن ده عباره عن ايه؟ منظومه شغاله براوتنج بروتوكول، منظومه شغاله براوتنج بروتوكول تاني، وعايزين نحقن ده جوه ده ونحقن ده جوه ده. ممكن بقى بص احتمالاتنا ايه؟ ممكن ده يبقى ريب، ممكن ده يبقى اي اي جي ار بي مثلا، او مثلا ده يبقى ريب وده يبقى مثلا او اس بي اف، او ممكن ده مثلا يبقى او اس بي اف وده يبقى اي اي جي ار بي، او ممكن ده يبقى او اس بي اف بس برقم
سي مثلا 100 وده اوس بي اف بس برقم 101 ونفس الكلام للاي اي جي ار بي سي مثلا برقم 100 وده اي اي جي ار بي برقم 101 ممكن ده رب وده ينفع ينفع يبقى ده رب وده رب ما ينفعش بقى الحاله دي الرب ما فيهوش الحته بتاعت الاريز لا الرقم ده رب. انت لما بتكتب راوتر رب بس راوتر مسافه رب فعمر ما تكون دي رب ورب وده تاكد ان انت لو شغلت هنا رب هيبقى كل دول اوتونوموس سيستم ايه واحد تمام بس مش معنى احنا قلنا الاوز بي اف مش بنحتاج الرقم يتشال الاوتونوموس هو مختلف على الراوتر بص انت عامله هنا ب 101 في الاوز بي اف مش لازم يبقى هنا 101 وهنا 101 وهنا 101 انا اللي يهمني على نفس الراوتر عامل فتحه فيه ب 100 وفتحه فيه ب 101 عارف بقى لو انت عملت دي 50 وهنا 60 وهنا 90 مش فارق معايا لكن في الاي اي جي ار بي لو انت عملت دي 101 يبقى لازم دي 101 ودي 101 101 الاوس بي اف البروسيس ده بيسموه ايه بروسيس اي دي بس بيبص لوكال ياثر لو نفس الراوتر حطيت فتحه برقم وفتحه برقم تاني ياثر على الراوتر ده فقط لكن الاي اي جي ار بي بص بيسموه ايه جلوبال بروسيس اي دي لازم على الفتحه دي 101 يبقى كل دول هيبقوا 101 تمام يعني انا الاوس بي اف دلوقتي عندي رقمين مختلفين على نفس الراوتر يبقى دول كده اتنين اوتونوموس سيستم بس يشتغل ايه هيبقى ده 101 وده 100 عمر ما الراوتر ده ما ياخد الشبكات اللي عرفها من اتجاه ال100 يعرفها ال101 ولا العكس الا اذا عملت ايه ريديستريبيوشن طب وهنا لو هنا يعني طب وهنا 60 لو نفس الرقم عشان بص المنطقه دي كلها انت هتشغل ال50 على كل الفتحات 50 50 50 يشوف ال 101 بس هيشوف هيشوف 50 50 50 معناها ان انت عايز الراوتر ده يبقى راوتر واحد وهنا 60 و60 و60 يبقى ده راوتر واحد وهنا 90 وهنا 90 و90 يعني سيادتك لو شغلت الاوس بي اف باي رقم بس نفس الرقم ده حطيته على كل الفتحات هيشتغل زي الفل لكن لو جيت على راوتر واحد خليت بعض الفتحات فيه برقم وبعض الفتحات برقم تاني يبقى ساعتها لا انت كده قسمته ولو انت عندك فتحه ثالثه خليتها مثلا ب 102 يبقى انت كده عندك ثلاثه اوتونوموس ايه اوتونوموس سيستم تمام كده يبقى الهدف من ريديستريبيوشن احنا درسنا ريب اي اي جي ار بي اوس بي اف عندك منظومه شغاله بريب ومنظومه شغاله بالاي اي جي ار بي ومنظومه شغاله بالاوس بي اف زي المنظومه اللي انا بنيها ديت عايزين نحنهم بقى كلهم جوا بعض بدل ما نهدهم كلهم ونشغل عليهم ايه راوتنج بروتوكول واحد تمام كله يشوف كله بقى عرفنا موضوع البروسيس اي دي عرفنا موضوع الاي اي جي ار بي سيادتك بقى ممكن ايه جوه الاوس بي اف تحقن ريب تحقن اي اي جي ار بي تحقن اوس بي اف بس برقم ايه برقم مختلف جوه الاي اي جي ار بي تحقن ريب تحقن اوس بي اف تحقن اي اي جي ار بي برقم مختلف لكن جوه الريب مفيش حاجه بقى اسمها تحقن ريب برقم مختلف تحقن اي اي جي ار بي وتحقن اوس بي اف ادي يا عم اللاب عندك اهو احنا محتاجين بقى ايه نعمل كونفيجريشن لموضوع الريديستريبيوشن على شايف الراوتر ده الراوتر ده بقى اللي على الحدود ما بين الاوس بي اف وما بين الرب ده راوتر جديد بقى اول مره هناخد اسمه اللي هو اسمه ايه بقى اوتونيما بص الراوتر اللي على الحدود ما بين اريا واريا اريا بوردر راوتر لكن الراوتر اللي على الحدود ما بين اوس بي اف واوتونيما سيستم مختلف سواء كان اوس بي اف بس برقم تاني او رب او اي جي ار بي بيسموه اوتونوموس سيستم بس مش بوردر باوندري راوتر باوندري راوتر اي اس بي ار ادي نوع جديد من الراوترات اهو عرفناه في الاوس بي اف وطبعا هنشوف كمان نوع من ال اس اي جديد يعني هنا الراجل ده مشكورا كل الشبكات اللي بيعرفها من اريا 1
مش هيبلغها الاريا 0 بيبلغها بايه؟ بال اس اي تايب كام؟ 3. طب الراجل ده مش المفترض لو انا شغلت عليه الريديستريبيوشن كل الشبكات اللي يعرفها من الريب يبلغها جوه الاو اس بي اف بيبلغها بايه بقى؟ بال اس اي تايب 5. ده نوع جديد اهو من ال اس اي. ال اس اي تايب 5 ببلغ الناس اللي معايا في الاو اس بي اف بشبكات اوتونوموس سيستم مختلفه. اس اي تايب 3 ببلغ الناس اللي معايا في الاو اس بي اف بشبكات بتاعت اريا ايه؟ اريا تانيه. يبقى انت عندك اللي هيتبعت من هنا ال اس اي تايب 5، اللي هيتبعت كده ال اس اي تايب ايه؟ تايب 3. انت هتلاقي اهم ال اس اي تايب 1 وتايب 3 وتايب 5. لاحظ الرقم الفردي ده 1 و3 و5. 1 ال اس اي تايب 1 اللي بتبقى جوه الاريا اللي برسم بيها الرسمه بتاعت الاريا، ما بين اريا واريا 3، ما بين او اس بي اف واوتونوموس سيستم مختلف 5. تمام. طيب وعندنا كده كام اس بي ار؟ ده يبقى اس بي ار اهو عندنا 2 كده. يبقى كده عندنا، انت عارف بقى انت دلوقتي لو جيت على الراوتر، على الراوتر وقلت له وريني البوردر راوتر، شفت الكوماند اللي احنا كنا لسه قايلينه الاسبوع، هيجيب لك ايه بقى؟ هيجيب لك الاي بي ار ويجيب لك الايه كمان؟ الاس بي ار. تمام. هنشوف لسه الموضوع ده. نبدا بالريديستريبيوشن جوه الاو اس بي اف عشان نكمل كمان حاجات اللي وصفها الاو اس بي اف. عايزين نعمل ايه؟ عايزين الراوتر ده، الراوتر ده انت لو جيت عليه دلوقتي قلت له شو اي بي روت، هتلاقيه ما شاء الله عنده كل شبكات الاو اس بي اف سواء اللي معاه في نفس الاريا او في الارياز الثانيه، وعنده كمان كل شبكات ايه؟ الريب. تمام. هيبقى في كام شبكه قدام حرف ار هنا؟ حرف ار اللي هي ريب هنا؟ ريب اللي هم دول المقصود تحت بعض، ادي السته دولت، ودي دي لا دي دايركت ايه؟ كونكتد. وهنا هيبقى في كام شبكه اي اي جي ار بي اللي هم قدام حرف دي؟ هيبقى السته اللي تحت. طب تعالى كده نيجي على ده ونقول له ايه؟ شو اي بي روت. بص يا سيدي، في شبكات او اي اي وفي شبكات او وفي اللي هم السته الار، سته الار. تمام. انا طبعا هنا مشغل ريب فيرجن 2 ولاغي الاوتو سامري عشان يبعت كل حته بحتتها زي ايه؟ زي ما هي، فهيظهر لنا الست شبكات زي ما هم. لو انت بقى عايز تفلتر، افرض انا بقى عايز اكتب شو اي بي روت، عايز اجيب شبكات الايه؟ الريب بس، اقول له ممكن اقول له سيكشن فور يجيب لك شبكات الريب بس. بنحتاج بقى الفلتر ده خصوصا لو انت عندك كميه شبكات كتيره بالمنظر ده. عايز بقى انا اقول لي ده عايزك تاخد شبكات الريب تحقنها جوه الاو اس بي اف، وكمان هنا عايز اخد شبكات الاي اي جي ار بي احقنها جوه الاو اس بي اف. دي اول حاجه عايزين نبدا بيها. عرفنا يعني ايه اوتونوموس سيستم باوند راوتر، عرفنا ان هنا بقى بنحتاج ال اس اي تايب كام؟ تايب 5. تمام. ازاي بقى اعمل حاجه زي كده؟ بمنتهى البساطه سيادتك هتيجي، بص انا عامل اللاب بعد الكونفيجريشن، تعالى اقفل اللاب ده واوريك اللاب بعد الكونفيجريشن واشرح لك الكونفيجريشن خطوه خطوه. اهو في الريديستريبيوشن ماي لابس، ده اللاب فيه الراوتنج بس لسه ما اتعملش فيه ايه؟ الريديستريبيوشن. ده اللاب بعد الراوتنج والريديستريبيوشن. شغله وتعالى اشرح لك الكوماندز. طبعا الشغل كله هيبقى على ايه؟ على ده وعلى ده، يعني الشغل على ده وعلى ده وعلى ده، وزي ما اخذنا وعلى ده زي ما اخذنا في الريب وعلى ده زي ما هم راوترين اللي هنشوف الجديد اللي عليهم اللي هيتعمل. تعالى كده نفتح بقى ملف الايه؟ الكونفيجريشن. ده في الراوتنج والريديستريبيوشن مع بعض، بس انا يهمني راوترين بس اللي هركز عليهم. ار 1 صح كده؟ ار 1. بص يا سيدي، ار 1 انا عملت ايه؟ راوتر، اكبر لكم ده شويه ولا واضح؟ لا واضح. اكبره بالمره شويه. الدكتور من عصام.
شايفه كده؟ انا فاكر ان الكلام صغير مش شايف حاجه والله. طب ما تقول شايف حاجه ماشي. طيب بص كده على الراوتر ده، قلت له ايه راوتر او اس بي اف، اديته اي دي زي ما اتعودنا، بس بص لما جيت اكتب له امر نتورك اديته الشبكه دي بس. الكلام ده معناه ان انا عايز اشغل او اس بي اف من اي ناحيه؟ من الناحيه دي بس. طب والناحيه الثانيه؟ الراوتر ريب وديته الشبكه دي بس. يبقى الراوتر ده شغال عليه من الناحيه دي او اس بي اف ومن الناحيه دي ريب. وطبعا لما شغلت الريب شغلت فيرجن 2 ولغيت الايه؟ الاوتو سامبل. عايزين بقى نوزع جوه الاو اس بي اف نوزع الريب، وجوه الريب نوزع الايه؟ نبدا بس بايه؟ نبدا بالاو اس بي اف. بص دخلت جوه قلت له ايه؟ الله يكرمك يا راوتر، اي شبكات تعرفها عن طريق الريب ابقى اعمل لنا ريديستريبيوت ليها توزعها. فباجي على ده وانا جوه الاو اس بي اف بقول الله يكرمك ريديستريبيوت كل الايه؟ كل الريب اللي عندك. لو انا كتبت ريديستريبيوت ريب وسكت ما كتبتش الجمله الاخرانيه دي، عارف بيعمل ايه الراجل ده ساعتها؟ بيشوف الشبكات اللي عنده اللي عرفها عن طريق الريب بس، بيوزع بس الشبكات الكلاس فول، يعني اللي هي ولا سوبر ولا سبنت، كلاس فول. يعني بص ساعتها من الست شبكات دول هيوزع انهي شبكات؟ لاحظوا حاجه، دي كده المفترض تبقى على كام؟ الطبيعي بتاعها 172، يبقى المفترض تبقى على كام؟ 16. طالما على 24 يبقى دي كده ايه؟ سبنت، ودي سبنت، ودي سبنت، ودي سبنت. يبقى الاربعه دول الراجل ده هيبقى عارفهم، ها الاربعه دول مش هيوزعها، هيوزع بس الاثنين دول. تمام، بيعمل كده ليه؟ عشان يعني يقلل، لان المفترض بص هيبعت ايه لو هيوزع الاثنين دول؟ يبقى هيبعت كام ال اس اي تايب 5؟ 2 ال اس اي تايب 5. لكن لو هيوزع السته يبقى هيبعت 6 ال اس اي تايب 5. تمام، لو انت بقى عايز الراوتر ده 6 ولا 7 بقى، هيبعت دي كمان، هيبعت دي يبقى 7 كده. تمام، بس برضو حسب دي سبنت ولا ولا ميجور ولا سوبر ولا ايه بالظبط. انا دي عاملها تقريبا ميجور عاديه فهيوزعها. انا بقى لو عايزه يوزع كله سواء سبنت او ميجور او سوبر، يبقى ازود كلمه سبنت. يبقى كده كاني بقول للاو اس بي اف الله يكرمك اي شبكه عندك عرفتها عن طريق الريب سواء كانت سبنت او سوبر او ميجور وزعها جوه الايه؟ وزعها جوه الاو اس بي اف عندك. تمام كده؟ طيب ارجع للاجنده. يبقى احنا كده شفنا ان انت ممكن توزع الكلاس فول بس، ان انت تقول له ريديستريبيوت انا اخترت البروتوكول اللي هو ايه هنا؟ ريب. عايز بقى كلاسلس يبقى تزود كلمة ايه؟ صمت. السؤال بقى المتريك هنعمل فيها ايه؟ في عندنا بقى مصطلح جديد اهو هنتعرض ليه اسمه سيد متريك. ايه السيد متريك؟ بص سيد يعني بذرة. بص لو انا كتبت شو، انا على ار 1 شو اي بي روت، الست شبكات اللي انا عرفتهم عن طريق الريب المتريك بتاعتهم هتبقى كام؟ والله احنا عارفين الريب بيحسب حساباته بناء على عدد الايه؟ الراوترات. بس الاو اس بي اف حضرتك ما بيحسبش كده، الاو اس بي اف بيستخدم حاجه اسمها ايه؟ كوست. فالسؤال بقى انا لما اخد الست شبكات اللي انا عرفتهم عن طريق الريب احقنهم جوه الاو اس بي اف حطهم بكوست كام؟ ده احطهم بمترك اللي هي عدد الراوترات؟ لا اكيد لازم احطهم بالطريقه اللي انا كاوس بي بفهمها. طب احط كام؟ ابعتها بكام يعني؟ هحط كوست بقى، الكوست دي احنا عارفين ممكن تبقى واحد، ممكن تبقى اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، حسب بقى ايه؟ بعد الشبكات عندي. قال لك لا حضرتك في حاجه اسمها سيد مترك، والديفولت ان هي بتبقى في الاوس بي اف ب 20. يعني الراجل ده لما يجي يبلغ جيرانه يقول لهم يا جماعه لو عايزين توصلوا للست شبكات دول، ها توصلوا لهم بمتر كام؟ بكوست كام؟
20. فالراجل ده هيشوف ان المترك كام؟ 20 و20. معايا؟ دي بيسموها سيب مترك. لازم رقم كده ابدا. انا ممكن اغيره لو انا عايز. اقول له ايه بقى؟ بص، وانا بكتب الكوماند اقول له ريديستريبيوت، يعني لو انا رجعت للملف بتاع الكونفيجريشن هقول له ايه؟ بص عيد الحته دي كده تاني. ايوه، دي القيمه اللي هنبدا بيها. عارف انت البذره زي ما انت بتقول كده، حاجه يا دوبك البدايه، والمفترض تكبر بعد كده كل ما ترويها. هنا بقى تتروى ازاي؟ كل ما تعدي على راوتر تبدا تزيد بقى. دي القيمه الانيشال اللي هبدا بيها، تمام كده؟ فاقول له ريب، واقوم جاي مزود له بس المتريك واحط له الرقم اللي انا عايزه. يعني ده هو لما ده يبلغ ده والواحد تاني يبلغ حد، يبلغ المفترض تزيد، يزود الرقم. يزود البدايه بتاعتنا كام؟ انت عايز تخليها 10، خليها الديفولت. لو انت ما كتبتش مترك دي هتبقى 20. والطبيعي والعقل والمنطق بيقول ايه؟ بيقول ان هي كل ما تعدي على راوتر ايه؟ تزيد واحد. لا، الديفولت ان هي هتفضل 20. اقول لك ليه؟ طبعا بص، هي لو عدت على راوترات، لو عدت على ده هيطلعها من عنده ب 20. هو انت ليه مظبوط انه يزيد واحد؟ عشان هو لا ما تزيدش واحد. هي بتزيد حسب الكوست. يعني اللينك ده، انا بكلم اللينك ده لو فاست ايثرنت يبقى ده هيشوفها، لو هي طالعه ب 20 يبقى هيشوفها المفترض 21 لو فاست ايثرنت. بس احنا بالنسبه لنا على جي ان اس 3 هيشوفها كام؟ 30. عشان بيتعامل معاه. وده هيشوفها كام؟ 40. صح كده؟ هو بيلعب بالكوست بتاع الاو سي في اف دلوقتي. انا بس حددت هنا انيشيال كوست ابدا بيها، وبعدين كل ما تعدي ايه؟ تزيد. بس بص بقى، الديفولت ده على اختلاف اي كوست جاي بيه من ناحيه الريب، صح؟ يعني لو الشبكه اريا بغض النظر 10 راوترات وهو جاي لي بكوست بقى 6، ملناش دعوه بالقيمه بتاعه الريب، راح انا حاسبها عدد الراوترات بالظبط. عشان انا بوزعها في منظومه جديده ليها حساباتها المختلفة للكوست للمتريك بتاعتي. فأنا بحدد رقم كده أحطه أنا، والمفترض بقى كل ما يمشي عندي يزيد. تمام. عندي في الأوس بي إف. في الأوس بي إف عندي. كويس. ماليش دعوة هي جاية لي، ممكن أكون شايفها في الريب بمترك 2 3 4. لأ، أنا هبدأ إيه؟ سيد مترك أحطها، والمفترض بقى تزيد كل ما تعدي على الراوتر. جميل. ورا وصلت لي إس بي آر تاني بقى. هيعمل فيها ايه قبل ما يدخل الاي جي ار بي؟ لا، ثواني. حسب بقى هنا انت بقى هنا لو طلعت كده. ثواني. طلعت كده 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 مشيت كده. جميل. كده هتطلع من منظومه اوس بي اف، هتخش في اي جي ار بي. يبقى انت لازم ندرس بقى، اصبر عليا لما اوصل للريديستريبيوشن جوه الاي جي ار بي. انا دلوقتي عايز ادرس ايه؟ الريديستريبيوشن جوه الاوس بي اف. تمام كده. طب السيد مترك كام باي ديفولت؟ 20 لو انت ما حددتهاش. عايز تغيرها غيرها. والديفولت ان هي ما بتزيدش. يعني اصل بص، لو وصلت للراوتر ده، مش المفترض الراوتر ده الطبيعي والعقل والمنطق ان هو يعمل ايه؟ يشوف الكوست ويبدا يابديت. طب ده مش هيحتاج بروسيسنج؟ مش لازم اشغل البروسيسور عندي واشوف بيانات اللينك اللي ما بيني وما بين جاري، واشوف الباند ويدث بتاعه كام، واعوض في المعادله، واجمع وهكذا. فاحنا عايزين على قد ما نقدر نقلل البروسيسنج والديلي. فقال لك لا، خليها ايه؟ ما تزيدش. يعني بص، لما تيجي على ده، الست شبكات دول هيظهروا هنا ب 20، ويظهروا في ده ب 20، ويظهروا في لو في 10 راوترات ورا بعض هيظهروا عند كله ب 20. تمام كده؟ طب ما كده لو انا عندي شبكه معينه ليها اكتر من سكه هشوفهم. قال لك لا، بص، احنا هنا بنبقى عارفين مين الراوتر اللي باعت ال LSA type 5. مين؟ ده بص، هنفترض ده دلوقتي عارف ان ال ASPR ده هو اللي باعت له ال LSA type 5. مش ده دلوقتي بناء على حسابات ال OSPF عارف الكوست اللي توصله ال ASPR؟ عارفها، صح كده؟ طب فرضا في سكه ثانيه، يعني في سكه مثلا ايه كده، تخيل معايا يعني مثلا في سكه كده. دلوقتي الراجل ده عشان يوصل للست شبكات دول عنده سكه كده، سكه من تحت، عنده سكه من تحت. المفترض هيظهر له السكتين بمتر كام؟
20 بس هو عارف ان السكه اللي من فوق اللي بتوصله للاي بي ار اكيد مختلفه عن السكه اللي من تحت اللي بتوصله ليها. يعني انا ببقى عارف كراوتر لان الاي بي ار ده معايا في نفس الاوس بي اف ولا مش معايا انا عارف انهي السكه الاقصر اللي توصلني للاي بي ار. يعني من الاخر 20 مش هي محسوبه هو مش الراجل ده لو انا قلت له شو اي بي ار جوه جوه الاوس بي هو ضد الاوس بي هو عارف ازاي يوصل الاس بي ار اصلا بغض النظر عن الريستريبيوشن مش الاس بي ار ده معايا في نفس المنظومه وانا عارف كل السكه اللي توصلني ليه وعارف انهي السكه الاقصر فانا اخترت البيست باس ولو جات لي من اي حته ثانيه 20 انا هروح برده للبيست باس هروح للبيست باس اللي بيوصلني للاس بي ار نفسه فعشان كده 20 دي هتبقى زي الاثنين مجرد رقم حاطينه كده وخلاص تمام انت بقى عايز الرقم ده يزيد ده الطبيعي بقى يعني مثلا تطلع ب 20 وتمشي كده تبقى هنا ب 30 تبقى هنا ب 40 او 21 22 يبقى لازم انت تعمل تعديل هو الديفولت ان هي ايه ما بتزيدش تمام طيب انت بقى عايزها تزيد تكتب الكوماند ده ريديستريبيوت والمفترض بقى تحط هنا ايه ريب مش احنا بنوزع الريب وهنا برضه المفترض ايه ريب الديفولت سيد متريك 20 عدلها خليها 10 الديفولت متريك تايب متريك تايب 2 اللي هو المتريك اللي من النوع اللي ما بيزيدش لو انت عدلتها قلت له لا انا عايز المتريك تايب 1 يبقى دي هتبقى المتريك من النوع اللي بي ايه اللي بيزيد طب انا ايه اللي يخليني اعدلها لتايب 1 ساعتها بقى هيستخدمها عشان يحسب افضل سكة ممكن يمشي فيها وكمان ده هيفيدك في الترابل شوتينج يعني لما اجي على كل راوتر كل ما اروح على راوتر الاقي 20 على اللي بعده الاقي 20 غير لما اروح على الراوتر اعرف الكوست فعلا الايه هعرف بعدي عن الايه عن الشبكة دي قد ايه فعلا فلو انا خليتها متريك تايب 1 يبقى ساعتها فعلا بقى الطبيعي ان هتطلع ب 20 وكل ما تعدي على راوتر تزيد انا في اللاب اللي انا عامله ده انا تقريبا مش معدل فيها انا قلت له ايه انا كل اللي عملته قلت له ريديستريبيوت ريب سبنت وسكتت على كده يبقى الكلام ده معناه لو رحت على ده دلوقتي بص المفتوح الاقي عنده شبكه كام 24 و25 و26 و27 اللي هما السته دول تعال نتاكد كده تعال نتاكد بص بقى شو اي بي روت قبل ما ادوس انتر الراجل ده لما بيجي له من جاره حبيبه ده الشبكات بتاعت اريا زيرو بتظهر قدامها ايه او اي اي طب والشبكات اللي عرفها من نفس الاريا او اللي عرفها من نفس الاريا بيعرفها عن طريق ال اس اي تايب 1 واللي عرفها من اريا تانية او اي اي دي من ال اس اي طيب 3 بص بقى ركز معايا اللي هيعرفها مش من اريا تانية بقى من اوتونوموس سيستم تاني بيبقى مكتوب قدامها او اي يعني دي اكسترنال جايه من منظومه تانية ولو لقيتها او اي 2 يبقى الشبكه دي المتريك بتاعتها تايب 2 اللي هي ما بتزيدش كل ما تعدي على راوتر لو لقيتها او اي 1 يبقى مترك تايب 1 اللي بتزيد كل ما تعدي على الراوتر يبقى المفترض دلوقتي على الراوتر ده اشوف الست شبكات دول او اي كام مش هو بقى ار ايه لا ده خلاص اتحقنوا هو ده شغال عليه ار اتحقنوا جوه الاوس بي اف خلاص الراجل ده اصلا مش شغال عليه الرب عشان يظهر مين اللي هيشوفهم ار ار 1 اللي هو ار 1 بالظبط تمام يبقى المفترض تظهر لي او اي 2 صح كده وانا هعدل دلوقتي هخلي ده متريك تايب 1 عشان تظهر لنا هنا او اي ولا ايه بقى ايه لو طلعت ب 20 هتبقى هنا ب 30 وهنا بكام ب 40 مش كتبت انا شو اي بي روت ولا شو اي بي روت بص بقى يا سيدي شبكات السي او اي اي او اي اي شايف 20ات 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 زي ما انت شايف طيب بص
او اي 2 دي بقى بعرفها عن طريق ال اس اي تايب كام حضرتك؟ او اي 2 عن طريق ال اس اي 194 شافها ب 194 ايه ثواني. طب قول لي تقول لي اشمعنى ايه 192 و 192 شافها بالميل بتاعها 4 2 عشان تبقى غيرت كونكتد. ولا شايفها غلط برضه فين؟ لا 20 اسمها. انا قصدي 120 192 20 لا 20 اسمها. اه برضه لو انت عايز تفلتر افرض احنا بقى عملنا شو انا دلوقتي هدفي ان انا اشوف اللي هو الاو اي صح كده فاقول له شو اي بي روت فلتر بقى سيكشن او احنا عايزين نشوف او اي بس عشان سواء 1 او 2 تظهر معايا ادي الاو اي 2. طب ايه كل ده؟ ما هو ما انا في اللاب ده واخد كمان الاي اي جي ار بي حقنه جوه الايه جوه الاو اس بي اف فهيظهر معانا ايه السبعه دول وايه كمان السبعه فالمفترض الاجمالي بتاع دول 14 شبكه. خلينا احنا في انهي في اللي هم السبعه اللي من فوق دول اللي هما من 24 اهو 24 27 اهو الشويه دول تمام كلهم عشرينات عشرينات او اي 2. طب ما تيجي نعدل بقى انا هروح على الراوتر ده ار 1 هعدل الكوماند ده اخليه طيب ايه 1 طيب 1 عايز تعدل برضو في المتريك براحتك فانا هاجي على ار 1 دلوقتي اخش بس الاول كونف دي راوتر اوس بي اف 100 وقوم جاي كاتب طيب ماما ايه سبمت ممكن تكتبهم في سطر واحد يعني تحدد السيد مترك ب 10 مثلا وتحدد كمان نوعها وتحدد يوزع سبنتس ولا ما يوزعش كلهم في ايه في سطر واحد لو انت عايز. بص بقى المفترض دلوقتي الراجل ده دلوقتي هيبعت ايه الاس اي زي ما قلنا طيب كام 5 وهيقول له نوع طبعا السيد مترك اللي هي بتزيد كل ما تعدي. تعالى بقى نرجع على ار 4 تاني ار 4 احنا عايزين الاو اي بقت او اي 1 وبقت كام بقت 40 تمام كده زادت اهي. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب المفترض بقى الراوتر ده دلوقتي في الداتابيز بتاعته عنده ال اس اي تايب 1 المفترض كام واحده بتاعه 4 اربعات و4 اتنينات طيب تايب 2 المفترض تايب 2 دي بتاعه الراوتر اللي كسب في الانتخابات يبقى مين لا دي ار بس يبقى المفترض تبقى بتاعه مين مين اللي هيكسب في الاثنين دول 4 اربعات تايب 3 اللي جايه له بقى ال اس اي تايب 3 بص بقى الشبكه اللي كام شبكه هنا واحده وهنا 2 3 وادي 6 يبقى المفترض كده الاجمالي كام 10 قلنا 6 7 8 9 جبت 11 منين لا اصل حضرتك قلت 3 4 5 7 9 تمام. طيب تايب 5 بقى مفترض 7 من هنا و7 من تحت طب فعلا لو انا جيت على الراوتر ده دلوقتي قلت له شو اي بي اوس بي اف داتا بيز تعالى بقى نشوف حضرتك ادي الاثنين تايب 1 وادي واحده تايب 2 وادي احنا قلنا كام 9 التسعه اللي قلنا عليهم تايب 3 وسيب دي تايب 4 لسه انا ما شرحتهاش احنا عايزين تايب كام دلوقتي طيب حتى بص بيسموها ايه اوتونيمس سيستم اكسترنال لينك ستيت دول اللي هم المفترض ال احنا قلنا 14 14 واحده ال اس اي تايب طيب امال ايه دول ايه الاثنين دول دي ال اس اي تايب 4 بص انت تحس ان ال اس اي تايب 4 وال اس اي تايب 2 زياده فور ترابل شوتينج ممكن نستغنى عنهم لو انت عايز الاساس الاو ال اس اي تايب 1 او اي اي ال اس تايب 3 او اي سواء 1 او 2 ال اس اي تايب كام 5 افكرك دي بتاعت ايه بتاعت اللي نجح في الانتخابات طب الاثنين دول بتوع ايه بص في اثنين يقول لك ايه بقى بص
احنا عندنا في المنظومه بتاعتنا دلوقتي كام راوتر شغال اي اس بي ار؟ كام؟ 2. بص يوم جاي عامل ايه بقى؟ ده دلوقتي شايف ده دل على الحدود ما بين اريا 1 واريا واريا 0. يوم جاي عامل جينيريت ل ال اس اي تايب 4 يعرف الناس اللي في اريا 1 ان احنا يا جماعه عندنا في المنظومه بتاعتنا راوترين شغالين اي اس بي ار وبياناتهم كام؟ اربع وحايد واربع كام؟ مين اللي بيعمل جينيريت؟ الاي بي ار اللي على الحدود ما بين الاريا دي والاريا ايها والاريا ديت اللي بيعرف اريا 1 ده. فعشان كده لو سيادتك جيت هنا يقول لك ايه بقى؟ بص مين اللي عمل جينيريت؟ اربع اتنينات. بيعرف الناس يا جماعه. طب ده بيفيدني في ايه؟ في الترابل شوتنج. يعني دلوقتي لو انا عملت شو اي بي او اس بي داتا بيز ولقيت هنا اتنين عرفت ان في المنظومه بتاعتي في اتنين ايه؟ اتنين اس بي او. طب افرض لقيت واحده وانا الديزاين بتاعي المفترض انا حاطط فيه اتنين واضح بقى ان في واحد منهم فيه مشكله في مشكله تبدا انت بقى تحل المشكله تمام؟ فده بيساعدك في الترابل شوتنج. دي بيسموها تايب 4 ودي تايب ايه؟ تايب 5. طب بالنسبه بص للراوتر ده الراوتر ده ده هيعرف ان في اتنين مين اللي هيعمل جينيريت ويعرفه؟ ده اللي على الحدود ده اللي هيعمل جينيريت يبعت لده عشان يعرفه. يعني اللي بيعمل جينيريت ل اس اي تايب 4 الاي بي ار مش بس بيعرف الناس اللي في الاريا معاه بيانات مين؟ الاي اس بي ار. تمام كده؟ نرجع تاني للاجنده بتاعتنا. عرفنا ان في او اي 2 واو اي 1 تمام؟ ولاحظ المصداقيه عشان الموضوع هيختلف في الاي اي جي ار بي. المصداقيه سواء بتاعت الشبكات نرجع تاني للكوماند اللي هو مصداقيه كام؟ 110. سواء الشبكات الاو او الاو خلينا بقى نكتب شو اي بي روت كله المصداقيه بتاعتهم كلها 100 وكام؟ 110 110 110. يعني الاو اس بي اف ما بيفرقش في المصداقيه بتاعت الشبكات ما بين الشبكات اللي معاه في نفس الاريا او في اريا مختلفه او حتى محقونه جايه له من اوتونيوم سيستم مختلف ما بيفرقش ما بينهم كلهم مصداقيه 110. وهنعرف كمان ان الريب نفس الكلام لكن الاي اي جي ار بي هنعرف ان هو بيفرق وهنعرف ليه بيفرق. تمام؟ طيب عرفنا ال ال اس اي تايب 4. بص بقى دي اسمها ايه؟ اي اس بي ار سامري ال اس اي. دي بتعرفك معلومه عن بيانات الاي اس بي ار اللي موجودين فين؟ ها في الشبكه. بص مكتوب ايه؟ دي انتر اريا يعني بتتبعت ما بين الارياز وبعضها صح كده؟ كل الناس هتعرف. جنريتد باي اي بي ار. اي بي ار ذات هاز اي اس بي ار ان ذا سيم اريا. يعني بص اللي هو ليه دراع. بص دلوقتي دلوقتي في الاريا دي في الاريا دي مالك؟ لا لا بص بص في الاريا دي في الاريا دي مين اللي يعرف بوجود الاي اس بي ار؟ الاي بي ار ده. تمام. فالاي بي ار ده هو اللي هيعرف الناس سواء اللي هنا او اللي هنا بوجود ده. وفي الاريا في الاريا دي في اي اس بي ار ولا مفيش؟ مين اللي يعرف وجوده؟ الاي بي ار ده والاي بي ار ده. فالاي بي ار ده هيعرف الناس اللي هنا بوجوده والاي بي ار ده هيعرف الناس اللي هنا بوجوده. يعني لو في اي بي ار معاه في نفس الاريا بتاعته اي اس بي ار. بص يعني مثلا انا عايز اجيب هنا مفيش للاسف في الرسمه بتاعتنا. هو الاي بي ار اللي هو 4 مش عارف الراوتر 4 معلش ده بس ده عرف منين؟ عرف منين ان ده موجود؟ عرف من ده عرف من ده عن طريق ثلاثة. يعني اللي معاه في نفس الاريا اي اس بي ار هو اللي بيفضحه تمام وبيعرف الناس بياناته. فده دلوقتي هو اللي هيبعت يعرف دول هيوصل لده ده يوم جاي يعرف ده تمام. ده عرف منين ان احنا عندنا اي اس بي ار اللي هو عرف منين؟ هو معاه عارف منين؟ هيعرف من لان ده هيجنريت. بص بص طالما انا عندي اي اس بي ار يبقى اكيد في الاريا بتاعته هيبقى في مثلا اي بي ار لو احنا عندنا اكتر من اريا. الاي بي ار ده هو اللي هيعرف بوجود الاي اس بي ار ويوم جاي فاتحه ومعرف الناس. فاللي هيفضح ده ده واللي هيفضح ده ده وده ده وده
تمام؟ بس مالك مزبالي؟ انا مش مزبالي مش خلاص فهمت حضرتك قصدك ذا سيم اريا اللي بيفضحها. ايوه اللي معاه في نفس الاريا هو اللي هيفضحها. اصل مين ده مش مع ست ستات ولا اربع ستات في الاريا بتاعته؟ ما هو بس مين اللي فضحه وعرفه؟ تلاته اللي هو تلاتات وبعدين دايهم جاي معرف بقى الناس اللي معاه في نفس الاريا. تمام؟ طيب نرجع تاني هنا. عرفنا تايب 5 اسمها ايه بقى تايب 5؟ اسمها اكسترنال ال اس اي او اوتونوموس سيستم اكسترنال ال اس اي. دي بقى مين اللي بيجنريتها؟ ال اس بي ار. يبقى خد بالك تايب 2 اللي تايب 1 اللي بيعمل لها جنريت مين؟ كله لازم كل راوتر يعمل جنريت تايب 1. تايب 2 اللي بيجنريتها الدي ار بس. تايب 3 اللي بيجنريتها الاي بي ار اللي على الحدود ما بين اريا واريا. تايب 4 اللي بيجنريتها الاي بي ار اللي معاه في نفس الاريا اس بي ار. تايب 5 اللي بيجنريتها الاي اس بي ار بس. تايب 5 اللي هي تايب 5 الاخرانيه اهي الاخرانيه دي اللي حصل فيها عمليه اللي هو على الراوتر اللي بيعمل الموضوع الريديستريبيوشن. والله مش فاهم انت حضرتك ايه كلمه في نفس الاريا دي اللي انت بتقول التايب 4 اللي بيجنريتها هو الاي بي ار اللي موجود معايا اي سي بي ار في نفس الاريا بيفضحوا يعني مين مش معاه ست. نفرض مفيش اس بي ار واحد فوق خالص مفيش ده مش موجود واللي موجود هو الستة ده ما هما اتنين دلوقتي ما بقاش معايا في نفس الاريا انا مش فاهم ايه نفس الاريا دي صراحه قصدك نفس الاوتونوموس سيستم صح نفس الاوتونوموس لا بص 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 دلوقتي ده ده موجود في نفس الاريا مع ده ولا مش موجود؟ موجود يعني ده هو اللي عارف ان في اي اس بي ار معايا في نفس الاريا فجنريت يا جماعه فاهم جاي يا جماعه انا معايا في الاريا بتاعتي اس بي ار كويس يوم جاي مبلغ الناس اللي هنا تمام طب ده بقى على الحدود يوم جاي مبلغ الناس اللي ايه اللي هنا بيقول لي سي تايب 4 برضه ولا بيقول لي سي ثاني يعني طيب 4 4 برضه بس مين المصدر بتاعها اللي عمل لها جنريت في البدايه ثلاثة؟ اللي هو ثلاثة ده المصدر بتاعها هو اللي بيبدأ بيها ويبلغها لباقي الناس تمام تمام وهنا ده مين اللي هي مين اللي هيفضح ده ويعرف الناس اللي معاه ان في ده موجود يبقى 2 وثلاثة اتنينات وثلاثات تمام اللي هو معاه في نفس الايه اللي معاه في نفس الاريا تمام ماشي اوكي نرجع تاني هنا شفنا احنا اللاب وعملنا شو اي بي او اس بي اف وشفنا الاو اي 1 واي 2 لو عايز تعرف معلومات عن شبكه معينه يعني مثلا عايز فين اللي هي الشبكه دي هاجي انا هنا كده اقول له شو اي بي او شو اي بي روت وهات لي الشبكه دي بص بقى يقول لك ايه المعروف عن طريق الديستانس تعال المتريك بتاعها 40 دي اكسترنال اخر ابديت مش عارف ايه المتريك بتاعها شير كاونت از 1 ما فيش غير سكه واحده ليها يعني لو ليها اكتر من سكه بيعرفك ان هي على سكتين على ثلاثه وهكذا طيب الداتابيس شفناها وشفنا جيل اللي فيها الاي اس تايب 4 وتايب ايه وتايب 5 تمام ملحوظه بس صغيره لو احنا عندنا فتحات لوب باك لسه هنشوفها اللوب باك احنا قلنا الاو اس بي اف لما بيوزعها بيوزعها بماسك على كام على 32 يعني بالاي بي بتاع الفتحه مش الماسك اللي عليها فاكرين لما كنت بخش جوه اللوب باك واحوله لبوينت تو بوينت عشان يوزعها بالماسك الحقيقي بتاع الانترفيس لا الديفولت ايه عشان ده هنحتاجه الديفولت ان اي فتحه لوب باك شغاله بالاو اس بي اف اما بيوزعها بيوزعها بماسك على كام على 32 يعني هنعتبر بقى ان الشبكه دي والشبكه دي لما يتوزعوا بماسك على 32 هيبقوا ايه بقى ميجور ولا سوبر ولا سبنت كانهم سبنت صح كده عشان ده هنحتاجه لما نيجي نوزع شبكات الاو اس بي اف داخل الايه داخل الريب وداخل الاي اي جي ار بي في اي سؤال لحد دلوقتي انا كده عرفتكم ازاي توزع حاجه جوه الاو اس بي اف طبعا نفس الكلام ينطبق على الراوتر اللي تحت
انا عايز اخد ايه الاي اي جي ار بي ارميه جوه الاوس بي اف. خلاص هروح على راوتر 6 اعمل ايه؟ نفس الكلام، تعال هات لي راوتر 6 وانا جوه الاوس بي اف هقول له بقول لك ايه، خد راوتر الاي اي جي ار بي ده رقمه كام؟ 100. وزع. عايز بقى انت تزود مترك تايب 1 وتزود السيد مترك تخليها 10 مثلا براحتك، لكن كده هتبقى مترك تايب 2 والسيد مترك هتبقى باي ديفولت كام؟ 20. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ كده انا خلصت لك الريديستريبيوشن داخل الاوس بي اف. عايزين بقى ناخد ايه؟ الريديستريبيوشن داخل الاي اي جي ار بي. يعني انا هدفي دلوقتي ايه؟ هدفي ان عيني الراجل الغلبان ده ما يعرفش اي حاجه عن الشبكات اللي هنا ولا الشبكات اللي هنا. خد بالك، ما طالما دول اتحقنوا جوه ده، مش اتحقنوا جوه الاوس بي اف، يبقى لو انا لو انا حقنت الاوس بي اف جوه الاي اي جي ار بي هيشوف شبكات الاوس بي اف وايه كمان والريب، بس هيشوفها عن طريق بعد ما بعد ما اتحولت ودخلت الاوس بي اف وهتوصل لده، يقوم جاي ده بقى معرفها لده. فدلوقتي هو ده كده مش هيشوف الشبكات انهي ده ولا ده؟ لا الشبكات اللي في الاريا بتاعت انهي راوتر ده ولا ده؟ لا الراوتر اللي تحت اللي تحت اللي تحت ده مش هيبقى عنده غير اي اي جي ار بي بس. اي اي جي ار بي بس والدايركت كده، ولا اللي كان اللي فوق؟ اللي فوق ده ما كانش هيبقى عنده غير الريب بس. بالظبط. ودول ما عندهمش غير الاوس بي اف بس. الوحيد اللي عارف الريب والاوس بي اف ده، فقلت له بقول لك ايه، خد الريب حيده جوه الاوس بي اف. وده عارف الاي اي جي ار بي والاوس بي اف، فانا هقول له خد الايه، خد الاي اي جي ار بي حيده جوه الاوس بي اف. انا يعني الاوس بي اف الاريا بتاعت الاوس بي اف عارفه كل الشبكات في الاي جي ار بي وعارفه كل الشبكات في لا لما تعمل ريديستريبيوشن. لما عملت ريديستريبيوشن ايوه الكلام ده انا دلوقتي الاوس بي اف الحمد لله زي الفل، عارف كله، عارف الريب وعارف الاي اي جي ار بي، بس ستيل ايه الريب مش عارف اي حاجه من اللي تحت والاي اي جي ار بي مش عارف اي حاجه من اللي فوق. تمام. طب تعالى بقى ايه، انا عايز ده هنا بقى عشان ده هخش جوه الاي اي جي ار بي، اقول له بقول لك ايه، كل شبكات الاوس بي اف اللي انت عارفها ارميها جوه ايه، جوه الاي اي جي ار بي، صح كده؟ طب تعالى بقى نشوف ايه الكوماندات اللي هنكتبها. عايزين راوتر كام بقى؟ راوتر 6. 6. خلاص انا خلصت الحته دي. تعالى بقى الحته دي، الراجل ده انا مشغل عليه اي جي ار بي، وطبعا مشغله على انهي لينكه؟ اللينكه اللي تحت بس، عشان كده كتبت نتورك كام؟ 5.1 اللي هي من تحت ديت. وطبعا من فوق على 3.2 مشغل عليه اوس بي اف. بص اقول له ايه بقى، الله يكرمك يا اي جي ولغي الاوتو سامل، الله يكرمك يا اوس بي اف، يا سوري يا اي جي ار بي، خد لنا شبكات الاوس بي اف اللي رقمه كام؟ 100، احقنها جواك. تمام. عارف لو انا سكتت على كده زي ما سكتت في الاوس بي اف، قلت له خد الرب احقنه جواك، خد الاي جي ار بي. الاوس بي اف في حاجه اسمها ديفولت سيد متريك. الديفولت سيد متريك بكام؟ ب 20. الاي جي ار بي الديفولت سيد متريك بانفينيتي. انفينيتي يعني ايه؟ يعني مش هبلغ، حتى لو انت قلت لي اعمل ريديستريبيوشن مش هينفع، لازم تحدد لي هنا بقى الديفولت سيد متريك. طب الاي جي ار بي المتريك بتاعته معقده شويه، كان بيحسب حساباته بناء على 5 حاجات: باند ويتس، ديلي، ريلابيليتي، لود، ام تي يو، صح كده؟ قال لك يبقى انت لازم تحدد له قيمه كل حاجه من دول. فمثال ايه ده؟ وراح فين ال ايوه البدر له. بص بقى كمثال، لما تيجي تحقن حاجه جوه الاي اي جي ار بي تقول له بقول لك ايه يا اي اي جي ار بي، خد شبكات الاوس بي اف رقم 100 احقنها جواك، وانا عارف ان المتريك بتاعتك معتمده على، اقول له بقى ايه، اول واحده دي لا باندويتس، ديلي، ريلابيليتي،
يعني ريلابيليتي دي 255 معناها ان هو مستقر بنسبه 100%. لود واحد معناها اللود على اللينك ده مفيش اي ترافيك بيتبعت عليه. والام تي يو اللي احنا عارفين الديفولت بتاعها كام؟ 1500. ودي بقى المفترض ده الباندويتس انت حطه زي ما انت عايز. بص انا كاتب هنا في الكونفيجريشن نفسها. ايوه بص انا كاتب في الكونفيجريشن ريديستريبيوت ان اي اي جي ار بي. حاطط لك القيم بتاعتها. الباندويتس 1544 يعني كاني بقول له لينك تي 1. انت بقى ممكن تزودها بقى تقللها براحتك. الديلي ده للسيريال باي ديفولت بيبقى اللي هو ال 20000 اللي انا كاتبه. انا حاطط باندويتس ان كيلو بيت بير سكند. والديلي بالمايكرو سكند والريلابيليتي واللود والام تي يو. امثله عليهم لو تي 1 1544 يعني مثلا لو فرضا ان اللينكه دي كانت تي 1 تمام. فخلاص انا اقول له بقول لك ايه لما تاخد الشبكات دي كلها تحقنها جواك ادي له بيانات انهي لينكه اللينكه اللي هو هيطلع منها دي. حط بقى انت اي او تحط له اي قيمه انيشال يبدا بيها وايه اللي هيحصل كل ما تعدي على راوترات هتزيد. هو ده هدفي ان انا بس عايز الراوتر اللي توصله معلومه عن شبكه يعرف انهي اقصر سكه توصله ليه. فبغض النظر انت بدات بكام هي كده كده كل ما تعدي على راوتر هتزيد. وهنا بقى في الاي اي جي ار بي مفيش حاجه اسمها مترك تايب 1 ومترك تايب 2 هي بتزيد كل ما تعدي على راوتر. ولو في اكتر من سكه يبقى يختار السكه الايه الافضل تمام. فبتظهر لنا ايه بقى هنا في او اي 1 واو اي 2 لا هنا هتبقى او اي اكس او مش او بقى دي 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 اي اكس يعني دي اكسترنال مفيش بقى اي اكس 1 واي اكس ايه اي اكس 2 تمام كده. فهو ده اللي انا هكتبه اهو. هو الميتك صح هنا هيبدا يحسب ويزود عادي هياخد بقى البيانات دي يحسب بيها يحسب بس خلاص انا كده وزعت ايه وزعت جوه الاي اي جي ار بي كل الشبكات اللي يعرفها اللي هيبقى من ضمنهم ايه بالظبط. طيب في الاوس بي اف اخدنا ايه اخدنا ان الديفولت ان هو بيوزع الميجور الا اذا انت زودت كلمه ايه سبنت. لو زودت كلمه سبنت يوزع كله سواء كانت سبنت او ميجور او سوبر. طب في الاي اي جي ار بي الاي اي جي ار بي لو سوبر هيوزعها لو ميجور هيوزعها. طب لو سبنت لو انت لاغي الاوتو سامري يبقى هيوزع السبنت مشغل اوتو سامري السبنت هيوزعها بالايه بالميجور. وانا هنا في اللاب ده لاغي الاوتو سامري ولا مش لاغي لاغي وبالتالي هيوزع يبقى هنا الديفولت هيوزع سبنت وميجور وسوبر. ولازم هنا تحدد سيد مترك كام الخمس قيم اللي احنا شفناهم وما فيش حاجه اسمها مترك تايب 1 وتايب ايه وتايب 2 وبتظهر دي اكسترنال. المترك انا مش هحدده بيفضل ثابت في كله لو ما حددتوش الريديستريبيوشن مش هيشتغل. ما بقول لك الديفولت سيد مترك انفينيتي معناها ما تعملش ريديستريبيوشن كاني بقول له بلغ جيرانك ان الشبكات دي وقعت وانا كده هعمل لها ريديستريبيوشن ازاي. لازم هنا تحدد السيد مترك تمام ولا ايه يعني لازم يعني عارف لو انا كتبت الكوماند ده وسكت كده بس وسكت الريديستريبيوشن مش هيشتغل معايا ولا ايه. لازم 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 هنا غصب عنك تزود الحته ديت. في بقى كوماند لذيذ. طب افرض انا مثلا عايز اعمل ريديستريبيوشن لكذا حاجه لازم بعد كل ريديستريبيوشن اكتب له المترك اللي هيستخدمه وهو بيوزع عشان افرض مثلا عايز كمان ريديستريبيوت الريب جوه الاي جي ار بي قال لك لا انت ممكن تحدد الاي جي ار بي ديفولت سيد مترك اللي هي اصلا في الاوس بي اف متحدده بكام. طب ما انا ممكن اعمل نفس الكلام بكوماندات احدد حاجه اسمها ديفولت اي اي جي ار بي سي مترك ومع كل كوماند ريدس هكتبه اقول له ايه ريديستريبيوت اوس بي اف 100 ريديستريبيوت مش عارف ايه كذا بس ومش محتاج ان انا اكتب ايه المترك كذا هكتبها مره واحده بس مره واحده بس ازاي روح كده للكوماندات اي ريديستريبيوت اي اي جي ار بي. بص يا سيدي بص انا قايل لك هنا الديفولت سيد مترك كام
انفينيتي ديفولت متريك بص هتكتب الكوماند ديفولت سيد متريك كذا. الديفولت سيد متريك بانفينيتي فيما عدا لو انت بتري ديستريبيوت اي اي جي ار بي جوه اي اي جي ار بي، بس اي اي جي ار بي برقم جوه اي اي جي ار بي برقم ايه برقم تاني، ساعتها الديفولت بتاعها بيبقى ايه؟ طب انا دلوقتي لو بعمل بروبلم شوتنج ايوه تمام الدنيا هتتحسب ازاي؟ بص انا المفترض باخد الارقام دي بدخلها في معادله يطلع لي رقم بالالوفات. تمام انا مش فارق معايا الرقم ده، انا اهم حاجه عندي ان الرقم ده لو لشبكه معينه من سكه ونفس الشبكه من سكه تانية ان هو يختار السكه الاسرع. ايوه مش هتعارض مع الاس بي اف. بتعارض ازاي؟ انا باخد الشبكات دي كلها بحقنها للاي اي جي ار بي وبيحسبها بطريقه الاي اي جي ار بي. فلو انا فعلا هعدي هنا على سكك كتيره الراوتر اللي في الاخر هيبقى شايف كل السكك اللي توصلوا للشبكات اللي اتحقنت. انا يهمني بس ان الرقم يبقى مختلف من سكه عن سكه ثانيه عشان اخد قرارها مش في اي سكه. تمام؟ مش فاهم بقى معايا الرقم ده كبير صغير مجرد حاجات للحسابات بس مش اكتر. اوكي تعالى نرجع كده للاجنده. قلنا الريديستريبيوت اكتبه كلاسترز ريديستريبيوتد باي ديفولت، بس تلغي ايه بقى؟ الاوتو ايه سامري. السيد متريك ديفولت انفينيتي يعني ما تعملش ايه ريديستريبيوشن. لو عايز انت بقى تحددها بقيمه معينه تحددها ديفولت اهي وتكتبه. هنا بقى حضرتك الشبكات هتظهر بدي اي اكس وهتلاقي حاجه غريبه قوي المصداقيه بتاعتها هتلاقيها ب 170. يعني بص الراجل ده دلوقتي مفترض هو من الاي اي جي ار بي اللي معاه شايف كام شبكه من الاي اي جي ار بي اللي معاه؟ انا شايف السبعه لا سته بس فين سته دي؟ الاي جي ار بي اللي معاه فين ست فين شبكه سته دي؟ لا شايف سته عددهم ست شبكات دول الراوتر ده دايركت كونكتر عليه الراوتر ده كله دايركت كونكتر ودول دايركت كونكتر يبقى ده مش هيشوف ولا واحده دي. تمام ده اللي هيبقى شايف السته دول ايه دي ده بقى هيشوف كام واحده دي وكام واحده دي اكسترنال مفيش دي اكسترنال الله يفتح عليك لان ده عنده دراع في الايه في الاو اس بي اف ده هيشوف او اي بس اللي هم انهي السبعه اللي ايه اللي فوق. تعالى بقى على ده المفترض هيشوف ما شاء الله ما شاء الله دول ودي هيشوف كله دي ودول كل اللي تحت ده اللي تحت ده هيشوف كل دول بص كل دول وكل دول وكل دول وكل دول دي اي اكس. بص تعالى كده نشوف على الراوتر ده دي اكس دي تحسس بشركه شو تحسس بحلم اي بي روت. بص لاحظ ان في شبكات جايه لي بماسك على كام حضرتك؟ على ايه؟ عشان انا قلت لك ان اللوب باك الاو اس بي اف بيوزعوا بماسك على كام؟ عشان كده ظاهر هنا بماسك على 32. عارف لو انا ما كنتش لاغي الاوتو سامري هنا كانت هتظهر لي هنا بماسك على كام؟ هتتوزع لي بس هتوزع لي بماسك على كام؟ حسب توزع لي بماسك على 16 صح كده بس انا لاغي الاوتو سامري. طيب نرجع تاني هنا اهو الاخ ده كله دي اكس دي اكس دي اكس مفيش ولا واحده دي خلي بالك والباقي سي. عايز برضه تفلتر عايز تفلتر دي لازم تكتبها الكابيتال كابيتال والسمول سمول يعني كده دي سمول مش تظهر. المفترض بس الاول اقول له سيكشن. لاحظ حاجه غريبه قوي المصداقيه كام؟ رقم مهول 170. احنا عارفين المصداقيه بتاعت الاي اي جي ار بي 90. اشمعنى بقى الاي اي جي ار بي بيفرق ما بين الشبكات اللي هو عارفها بالدي يعني معاه في نفس المنظومه والشبكات اللي محقونه له من بره. اللي محقون له من بره بيسجله بمصداقيه اولا بيسجله بسيمبل دي اكس والمصداقيه بتاعته 170 بسبب سيناريو كده هشرحه لكم. وممكن احنا على فكره نعدل في الاو اس بي اف نخليه نفس الموضوع يعني خلي الاو اس بي اف يفرق ما بين مصداقيه الشبكه اللي جايه له من نفس منظومته
الشبكه اللي جايه له من منظومه ايه محقونه من منظومه ثانيه. تمام، اقول لكم دلوقتي سيناريو ليه بنحتاج نعمل حاجه زي كده. المهم بس ارجع هنا، اللاب احنا عملناه، كتبنا شو اي بي روت. عايز بقى لو انت عايز تشوف شبكات الاي اي جي ار بي بس اكتب اي اي جي ار بي، عايز تفلتر فلتر، عايز تعرف بيانات شبكه اعمل بيانات شبكه. ايه بقى الكيس؟ عايزين نشوف كيس كده ليه الاي اي جي ار بي بيحتاج ان هو يفرق في المصداقيه ويخليها 170. تمام، هنشوف الكيس ديت واوريك ازاي تخلي الاو اس بي اف يعمل نفس الموضوع ازاي. بص اخش جوه الاو اس بي اف اقول له بقول لك ايه ديستنس او اس بي اف اكسترنال، حط اي رقم يعجبك. يعني انا حاطط هنا كام؟ 130 مثلا، حط انت مثلا 150 مثلا. كده ايه اللي هيحصل؟ اي شبكات عندي اكسترنال هسجلها عندي بمصداقيه كام؟ 150. طب والطبيعي في الاو اس بي اف كام؟ 110. تمام، ده لو انت عايز تخليه زي الاي اي جي. انما الاي اي جي ار بي هو باي ديفولت بيعمل الموضوع ده. احنا ريديستريبيوت ريب جوه الريب. يعني عايز اخد ايه بقى دلوقتي؟ بص الراوتر ده هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده كل دول، وطالما انت حقنت الاي اي جي ار بي جوه ده فده كمان هيبقى عارف ايه الاي اي جي ار بي. عايز اخد بقى اللي ده عرفه من المنطقه اللي تحت دي كلها احقنه جوه ايه؟ جوه الريب. تعال نشوف الكوماندات بتاعتنا فين اللاب اهو. المفترض اروح على ار 1 صح كده؟ يبقى على ار 1 منتهى البساطه اقول له ايه بقى؟ يا رب يا رب، طبعا انا مشغل فيرجن 2 نو سامري. الله يكرمك، خد شبكات الاو اس بي اف ها اللي رقمه 100 احقنها جواك. برضو نفس الكلام لو انا ما حددتش مترك مش هي، فانا اقول له مترك. المترك بقى هنا لما باجي احددها ايه؟ احنا عارفين ان المترك النمبر اوف هوبس اخر كام؟ 16. اقول له مترك ابدا بواحد. حاول تبدا بواحد عشان يعني لو هتعدي على كذا ما توصلش لكام؟ توصلش ل 16. تمام؟ بس يا سيدي تعالى بقى على ده دلوقتي. المفترض ده هيبقى شايف الشبكات اللي هنا كلها. هنا بقى الرب ما بيفرقش، اللي جاي له من بره زي اللي جاي له من جوه، ار لكله، لا في ار اي اكس ولا اي حاجه. تمام؟ فبص هنا كده شو اي بي روت. بس بص بقى في حاجات لازم تخيل كله ار. خد بالك بقى الرب للاسف لما اجي احقن جواه شبكات ما بيعرفش يتعامل مع الشبكات السوبر. لا ريف فيرجن 1 السوبر ما بيتحقنش جواه، لكن ريف فيرجن 2 ينفع تحقنه. انا كده كده مشغل ريف فيرجن ايه 2. طب السبنت هيتحقن جواه؟ انت لاغي الاوتو سامري ولا مش لاغيه؟ لو لاغي الاوتو سامري يبقى خلاص هيتحقن جواه السبنت والسوبر والايه والميجور. تعالى كده الاجنده عشان بس ما اقولش معلومه غلط اهو. الريب لو انت شغلت ريف فيرجن 2 ونقطه سمري يبقى هيعمل ايه؟ كلاسلس. تمام، طب لو انا شغال ريف فيرجن 1 ساعتها الميجور والسبنت هيتوزعوا بالايه؟ والسوبر مش هيتوزع دي بالظبط. تمام، السيد متريك الديفولت بتاعها ايه؟ انفينيتي. انت لازم تحددها معاك بقى من ايه؟ من 0 ل 16. بص انت لو كتبت واحد او كتبت 0 هيبلغ غلط واحد. يعني انا جربتها عملي مره حطيتها 0 ومره حطيتها 1 لقيته بيبلغ بالغلط واحد برضه، فمش فارق معاك. احنا هنحطها 1. الار انترنال اكسترنال ار المصداقيه بتاعته شفناها في اللاب، تكتب شو اي بي روت. لو عايز تجيب شبكات الرب بس اكتب ده او سيكشن ار. كده احنا خلصنا الريجستري. هنبدا بقى المره الجايه او اس بي اف جوه او اس بي اف، اي اي جي ار بي جوه اي اي جي ار بي، وبعدين ريديستريبيوت الاستاتيك والديفولت والكونكتد. الجزء ده بص الجزء ده مع الراوتنج سمرايزيشن يخلصوا المحاضره الجايه ان شاء الله. وبعد كده شوفوا بقى البي جي بي لو هتاخدوه يبقى هناخده من المحاضره اللي بعدها. تمام؟